ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم على بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحانك لا يحزم جهادك سبحانك لا يحزم جهادك ولا سبحانك وبحمدك تحصنا بك واعتصمنا بك وتوكلنا عليك واستدفعنا الشر كله بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم